حياكم الله مشاهدينا الكرام. هل هزمت الحضارة الغربية في أفغانستان وانتصر الإسلام؟ لماذا فشل المحتل الأمريكي بتغريب وتدجين الشعب الأفغاني؟ لماذا فشلت كل محاولات استئصال الإسلام من بلداننا العربية والإسلامية منذ جمال عبد الناصر وما قبله وما بعده؟ ماذا نريد من حركة طالبان؟ وماذا تريد طالبان منا؟ هل يمكن التعويل على تجربتها الوليدة من جديد في الحكم والإدارة؟ أم أنها نموذج غير مناسب لتطبيق الشريعة الإسلامية؟ وماذا نقصد بتطبيق الشريعة في أيامنا هذه في القرن 21؟ هل النموذج المنتظر مرتبط حصرا بالإسلاميين؟ وما الفرق بينهم؟ بين طالبان، القاعدة، السلفيين، والتبليغيين، والتحريريين، والإخوان. أهلاً مرحباً بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من السيرة التاسعة نتحدث فيها عن الشأن الأفغاني من بعد هذه الأسئلة التي طرحناها قبل